ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل تطورات الأوضاع ومعوقات إحلال السلام في اليمن. اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح على مستوى الخدمات المقدمة في مركز الغسيل الكلوي بمدينة الغيضة في محافظة المهرة. اطلع محافظ أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم ومعه مدير كهرباء أبيان محمود مكيش على التجهيزات الخاصة بمحطة كهرباء 15 ميجا المسجرة في المجمع الحكومي التي يجري تجهيزها حاليا لمواجهة فصل الصيف وتعزيز توليد الكهرباء في أبيان. بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش مع نائب وزير الخارجية تشيكي مارتن تلابا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ناقش اجتماع عقد برئاسة أمين عام المجلس المحلي في محافظة أبيان مهدي الحامد وضم مدراء عموم المؤسسات الإرادية في أبيان عددا من التقارير التقييمية حول مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة ووضع المقترحات التي من شأنها تفعيل وتحسين تحصيل الإيرادات.